علي معلول المستوى الفترة الأخيرة ممكن يكون مش هو علي معلول اللي هو بيدي 9 من 10، ده سبب بدني ولا سبب لأمور فنية وتكتيكية في الملعب؟ أعتقد سبب بدني. بدني يعني علي بيلعب كتير وبشارك كتير وبيسافر كتير، أعتقد تأثير البدني على علي واضح النهاردة. يعني افتكر لي كام هجمة النهاردة علي طلع وكمل وعمل كروس، وهو دي خطورة علي. ما على فكرة أنا لما سألتك على علي معلول مش على لقطة الجول، وارد أي لعيب بيغلط. لا طبعا، لا 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 طبعا، بس إنه علي إنتاجه الهجومي مش كبير زي زمان. علي ميزته إيه؟ إن بيكمل دايما أكنه وينج، وكرة بتجيله بيعمل دبل باص ويدخل ويعمل كروس كويس، يكمل في ال 18. هات كام لقطة النهاردة علي كان موجود في 18 نادي الزمالك باستثناء الكرة الأولانية في الشوط الأولاني. الشوط الثاني تقريبا ما كانش متواجد خالص. اعتقد بنسبه 100% حاله بدنيه، يعني حاله بدنيه، حاله بدنيه بنسبه، دي حاله عامه خلي بالك في كل اللاعبين الاهلي تحديدا. حمدي فتحي نفس حمدي فتحي، السوليه السوليه مرهق جدا، شكله يعني باين واضح. الاثنين مدربين النهارده كابتن سامي قمصان وجوزوالدو فيريرا بيتكلموا على الحاله البدنيه، وبصراحه وانا بتفرج على الماتش النهارده تحس ان اللعيبه لازم تاخد راحه. طبعا اللعيبه دي استنزفت طبعا. بس الزمالك اعتقد الزمالك النهارده بدنيا كويس، يعني الشوط الثاني عشان انت غيرت يا كابتن، ما مش دي الناس اللي الصف الاول تمام. اللي بيلعب لكن اللي مش الدوليين، يعني اللي فرق مع نادي الزمالك مثلا الونش مش يعني اللي فرق مع نادي الزمالك الاربعه الصغيرين زيزو النهارده نفس لنادي الزمالك، عملوا يعني عملوا نفس وروح لنادي الزمالك. صح، مع عبد الله جمعه ما بيلعبش كتير، عبد الشافي الى حد ما شويه، فانما الباقي اللي بيلعبوا يعني امام عشور لا مره صح، مش ده مجهود. زيزو لا مش هو، بن شرقي مش يعني هو. بن شرقي يعني الى حد ما، الونش وعبد الغني لا مش يعني، في ناس فعلا خلاص لازم تريح، الونش لازم يريح، عمرو السوليه لازم يريح، حمدي فتحي لازم يريح، في ناس خلاص اجباري. ايوه لازم دول تريح. لازم يريح، ولازم المديرين الفنيين يبقوا كمان عندهم الجرأه في ده، يعني يقولوا للجماهير احنا هتبقى صعب قوي اما اشيل عمرو السوليه وحمدي فتحي من نص ملعب النادي الاهلي، مش قادرين، صعبه. ما يعني انا اسف يا كابتن جمال، انا مش حاطط اسماء، انا عايز مجهود. عمرو السوليه وحمدي فتحي لعيبه كبيره، بس مش قوي باسمهم. الماتشات اللي فاتت شفنا كوكا لعب كويس، ومحمود متولي لا يعني راجع من الاصابه بشكل كويس، اكيد ممكن يكون ليهم دور الفتره الجايه. صحيح كابتن، بس خلينا نقول النهارده ان في حاجه النهارده مهمه جدا جدا. النهارده ماتش الاهلي والزمالك من احسن الماتشات، سواء الروح الرياضيه او التنظيم، سواء من الجماهير والناس اللي كانت مسؤوله على المرافق في المباراه في الدخول والخروج. الروح الرياضيه اللي بين اللعيبه، شفت اللقطه بتاعت امام؟ هتقول لنا يا جماعه اللقطه بتاعت امام عاشور وليد سليمان، دي مهمه، فدي شفتها؟ يعني دي لقطه عظيمه، دي حاجه النهارده انا كنت مبسوط بصراحه، بغض النظر بقى عن نتيجه المباراه، وهي كانت مرضيه للفريقين في النهايه، كل واحد حسب اهدافه وافكاره قبل المباراه. بص العظمه، امام عاشور وليد سليمان طبعا انت فاكر القصه بتاعت السوبر. بص اللقطه عظيمه ازاي، فالنهارده المباراه طلعت لنا روح جميله. فدي كانت احلى حاجه في المباراه، ده المكسب الحقيقي من المباراه النهارده.